وصلنا شارع غريب، ومعانا الدكتور عبد الرحيم علي نايب الدايرة. أم إسلام هتاخد حقها، مسك القضية دكتور بهاء أبو شقة. موجودين النهاردة مش عشان جريمة قتل، زي حضرتك مش موجودين النهاردة عشان جريمة قتل، موجودين عشان نقول ان عضو مجلس النواب لما بيطلب بينزل بنفسه، ونزل وسط دايرته عشان لبى نداء. ام اسلام طلبت المساعدة وان شاء الله هتلاقيها. صممنا ان احنا نرجع مرة تانية عشان نقول لام اسلام انت مش لوحدك، من اكبر محامين مصر هيكونوا معاها، وان شاء الله حق اسلام يرجع مرة تانية. عضو مجلس النواب لازم ينزل، عضو مجلس النواب لازم ينزل، لازم يشوف طلبات دايرته، وان شاء الله باذن الله ام اسلام تاخد حقها. وصلنا بيت ام اسلام، ودكتور عبد الرحيم علي وعد ووفى، وتاني يوم على طول كان معانا عشان يشوف طلبات ام اسلام. احنا اتفقنا ان احنا هنجيب محامي، صح؟ حبيبتي انا كنت نازله بحسب حد بيشتم فيه بيمسكي. لا كنت اكل عشانك يا رب. انت قلتي عايزه محامي وعايزه الحق يرجع، صح؟ ايوه يا استاذ. جه وجاب لك محامي كبير جدا جدا جدا. يما ابنهم اسام، ابنكم كلكم اسام خارج في الجيش، ما عجبليش غلطه، كنت بموت من الكبد والسكر، ما عملش ما نزلش دقيقه. اخو اخته طول امك مش هتشوفك وبتموت، يقول لها لا هو جيش، اعمل غلطه ليه؟ وخلي حسن زي وسلوك، انا عايزه حق ابني، عايزه له الاعدام. واحنا كلمنا الشرب هدينا بشقه ووافق مشكورا انه يتولى الدفاع عن في القضيه بتاع ابنك، هيتولى القضيه بتاع ابنك، وحضرتك النهارده هتعملي له توكيل، هتشرفيني في المكتب، وهنجيب لك الشهر العقاري في المكتب، وهيعمل لك هتعملي توكيل، والراجل تكفل مشكورا بكل تكاليف القضيه، يشكر، واي حاجه مطلوبه تاني يعني. اهلا يا حاج، اهلا يا حاج، ازيك يا حاج، ازيك يا ستي، ازيك يا ستي، اتفضلي يا ماما، اتفضلي اقعدي. ف هو استاذ علي كان بيعيني ومعايا اخته، ده برضه هات يا ترى النبي، ده مبلغ بسيط يعني حضرتك، ده عشان بس تكلفه ده مبلغ بسيط، واحنا ان شاء الله هنعمل اعانه شهريه لحضرتك 300 جنيه كل شهر، حتى طارق عارف هيعمل ايه، واي تكلفه للعلاج معايا وبنتها بتاخد نقل دم يا استاذ، اي تكلفه لنقل الدم للعلاج احنا جاهزين ان شاء الله، المكتب هيتولى كل الحاجات دي، وان شاء الله هنجيب له حق، ما ان شاء الله يتقتل بالقانون، ان شاء الله يتقتل بالقانون، ان شاء الله يتقتل بالقانون، ان شاء الله احنا الاستاذ بهاء الدين ابو شوقة اكبر محامي جنايات في مصر اصلا، المكتب اللي هو 256 ساكن في سعادتك، فين يا فندم؟ المقر بتاعك اللي عندنا في العماره، في المقر عندك وفي المقر بتاع 57 مصدق اللي يعجبك، عجبك المقر اللي عندك، هات في المقر اللي عندك وتاخد هي الاعانه الشرعيه هتوصلك، الاعانه الشرعيه هتوصلك لحد المصدق. هو كان ولد جميل، فاكيد حقه هيرجع، اكيد مش هيروح. النبي يا استاذ هو كان جميل، اي مضايقات اي الدنيا مضايقات كلها بتبص على ابني، اي مضايقات اي حاجه، انا كلمت ما ردش عليا، رحت لابني النهارده ما ردش عليا، هي
تولوا يا اسلام يا حبيبي يا زنت الشباب. ايه يا استاذ لما هي تاخد حقك ثالث وثالث بس ده عايزك ده اجراءات قضائيه احنا عليها نعمل اكبر محامي جنايات في مصر يتولى الدفاع عنه تماما ويجيب حقه الرعايه الاجتماعيه والصحيه لامه دي في رقبته لكن الاجراءات القضائيه تاخد زي ما احنا بنعمل كده عشان ما نطولش نقدر نلم عيالنا ان شاء الله باذن الله هنسلم تاني وفيما حتى فيما يتعلق بسيطره المخدرات الحاكمه. انا بس ده الطلب اللي انا عايز اطلبه من حضرتك بقى. احنا هنعمل بداية من الشهر اللي جاي دورة توعية كاملة للشباب بخطر المخدرات الاول. واتفقنا مع جهات خاصة بالادمان والجهات الداخلية وجامعة القاهرة. طب والناس اللي بتبيع بقى في الشارع؟ اتفقنا مع مدير المباحث امبارح هيعمل حملات مكثفة على 100 عقبة وعلى ارض اللواء وعلى دير النحر وعلى كل المناطق دي وهتسمعوا نتائج كبيره جدا في الفتره اللي جايه على القبض على العناصر اللي بتبيع وبتتعاقد. حضرتك هتبقى عملت خير رهيب للدايره. حضرتك حتى النتائج اول باول هنقول لك النهارده اتقبض على 30 اتقبض على 20 عملت كذا عملت كذا عشان نقدر خلال شهرين ثلاثه على اخر السنه نكون طهرنا شويه المناطق دي من قصه المخدرات وهنعمل توعيه للشباب على خطر المخدرات دوت. يعني هنمشي في الناحيتين التوعيه الاجتماعيه وهنعمل يعني هو لو ما فيش مخدرات مش هيبقى في جريمه يا دكتور. ربنا يخليك يا حبيبي. مش هقول له ثلاث شقات في جسمه، واحده نافذه في قلبه، واحده نافذه في ام المعده، وواحده نافذه في الرئتين. ليه؟ وده ورقي بتعالج وهو بجيب لي علاج وده بنت اخته بتاخد نقل دم بروح العلاج ده. احنا ممكن احنا نعمل تتعالجي بايه؟ عندي الكبد وعندي السكر كلها وهيرجعها لك زي ما هي. نور من 2006 يا استاذ ما دفعتوش واسال في بتاع النور. ليه؟ من قلت مانيش لاقي مش لاقي. هو كان يجيب القرش على قد الاكل وعلى قد المصاريف. احنا دي 5000 جنيه لو في اي ديون او بتاع اعمليها هنعمل اعانه شهريه 300 جنيه هنكلم الشؤون الاجتماعيه لو تقدر تعمل بتاع ده ما المعاش اللي بيعملوها ب 600 جنيه هنسعى عليه من بكره هنتكفل بمساله العلاج بشكل كامل. في اي حاجه تاني برضه طارق هياخد تليفوناتكم مدير مكتبي وهيتواصل معاكم تواصل تام وان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله نحاول نظبط كل المسائل ديت. والنهارده ان شاء الله هتيجي المكتب هتلاقي بتاع الشهر العقاري الساعه 4 موجود. تعملي توكيل للمحامي يا استاذ بهاء الدين مشوقة معايا في كل جلسه يا استاذ. وهبعت لك صوره التوكيل. انا اللي بقول الاستاذ بهاء الدين مشوقة ده مين؟ عارفاه ده انا حفيت عشان يمسك لي قضيه ما رضيش. عارفاه يا استاذ رياح عارفاه وكنت هروح له وابص على رجله ان انا ما معيش جنيه ادفعه له بس يجيب لي حق ابني. لا لا وبقيت اديني التليفون نكلمه يسلم عليها لو عارفاه. طب خلاص مش مشكله خلاص وانت ان شاء الله في ايدي الامينه وعايزك يا استاذ رياح في كل جلسه معايا ويوم الحكم عليه معايا. مش عايزك تسيبيني انا اللي بطلب منك انا اختك الكبيره. مش كل ريان بقى عشان عملت مجهود ده حبيبتي معاكي ولا ده حبيبتي والله. لا حضرتك والله انا لا عايزه اقول لك حاجه. هو وانت لسه طالعه على الهواء هو كلم القناه على طول يعني ما ترددتش ثانيه. ما ترددتش ثانيه سامعك وانت بتتكلم على الهواء. كلمتني وقالت لي ده فيه كذا كذا بسرعه يا بابا كلم ريان فانا كلمت. ما تحرمش منك يابا ولا من كل اللي يجيب حق يستاهل. واحنا موجودين وما يشوفوش في عياله يا رب ولا النار اللي في قلبه. احنا تحت امر. انا في نار. بنتها انا في نار. وانتوا هتيجوا الساعه 4 هتكون الساعه 4 في 57 ساعه تعملوا التوكيل وتعملوا الابلكيشن بتاعك. بنتي اللي متطلقه معايا يا استاذ علي بتجي لها عرسان الدنيا. انا ما برضاش عشان مش معايا جاهزه. جوزها واخد يا ستي انا هجهزها. جوزيها وانا هجهزها. يا ستي احنا عندنا جهاز. جوزيها ولا هجهز؟ والله يا استاذ يا ستي خلاص الجهاز عندنا كله مدانا عندنا عفش كتير. عندنا حمله اسمها كلنا مصريين فيها جهاز لكل العرايس. جوزيها بس طلعت من بقلك يا ابني. طب بلاش احنا الشارع زمان طلع كان بياخدها ينزلها يوديها للدكتور. معلش معلش ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. يا ولدي ادعي له ادعي له ربنا يسكنه فسيح جناته. هو مش هيرتاح لما يتعدم دينك. خليه في علمك اسلام ابني انا عارف
مش هيرتاح في تربطه ولا انا وقلبه يبرد ايه سوايه ومش هيبرد بس ايه اما يتعدم ان شاء الله اعدم يا والنبي ان شاء الله اعدم احنا القضاء انا ما خدتش عذابني لحد دلوقتي ان شاء الله ما خدتش عذابني ولا عملت له صواه يقول كلمته ويبقى في صف يا رب يا رب ارجو ان يكون مفيش ثغرات في القانون ارجو ان يقدر دكتور بهاء ابو الشقه ان هو يحارب فعلا فكره ان المحامين التانيين ممكن يلاقوا مخرج من القضيه ارجو ان يتحكم بالقصاص عشان العبره عشان العظه عشان اي حد مسطول اي حد مبرشم اي حد بياخد مخدرات يبلطج على الناس ويقتل ويفقد ام ابنها يفهم ان الدنيا مش سايبه يفهم ان مش زي ما قال امبارح يا جبل ما يهدك ريح ولا القانون ريح ولا انت جبل ولا القانون ريح ولا انت جبل بلاش دموع يا امي في اهم كتير حاجات اتحقق بعد حلمي ولا معمود مات احكي لي انت الاول انا لو حكيت هطول يمكن مش هتشوفي في البيت مش هتشوفي